ابتليت المرأة بزوج خائن، ابتليت المرأة بزوج لا يعرف حقوقها، ابتليت المرأة بزوج عاشت معاه 40 سنة وزيادة ومع ذلك ما صانش العشرة دي، ومع ذلك نظر إلى أمور لا تليق وتركها ومرضها. طب بذمتك لو أنت مرضت الأمراض دي كانت هتسيبك هي؟ أبدا ما كانش هتسيبك، لكن انت تقول لا اتزوج عليها وسيبك منها وما اعرفش ايه واوي، انت ده لو انت زي ما بيقولوا ما اعرفش ايه في جفه هتشيلك على راسك وتبقى ماشيه بيك. فهي ابتليت بهذا الرجل لتصبر ولتحتسب، ابتليت بالرجل عما يشرب، رجل بيسكر، رجل ماشي في الحرام، تصبر وتحتسب عند ربنا وتدعي له بالهدايه، ما تطلبش منه الطلاق، لا تدعي له بالهدايه. ابتلي الرجل بزوجه منغص على حياته وخرب الدنيا عليه ومخليه مش عارف يعيش، له قدر ينام ولا يقوم ولا يعيش ولا يصبر، ابتلاء من ربنا. ما هو لما واحد رحمكم الله، واحد من كان متزوج واحده وكانت تعبها قوي، فقالوا له يا عم ما تطلقها، قال اطلقها انا ويتبلي بها واحد غيري عليها عايشه معايا وخلاص ورضي بقضاء ربنا. التاني برضو عايشة مع مراته كانت منغصة على حياته وخربة الدنيا عليه ومش عارف لا يأكل ويشرب، ماتت باكة قاعد يبكي عليها، انت قاعد تبكي بدل ما تحمد ربنا ان هي غارت منك وبتاع، قاعد تبكي عليها. قال لهم والله كان يدخل من ورائها ثواب عظيم على صبري معها، فقد ماتت فقد انقطع هذا الثواب. يعني اصبر، مش كويسة زوجتك معك اصبر عليها، ولادك تعبينك، بناتك، المهم دي ابتلاءات من ربنا، ولا يشاك حتى الشوكة يشاكها المؤمن يثاب عليها. فعاوزين كلنا نصبر ونحتسب كل ده عند ربنا. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافي كل مبتلي، اللهم عافي كل مبتلي، اللهم اشف كل مريض، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا وتقبل منا وسامحنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فرضها فيها صلاحا وفلاحا ونجاحا ونجاح إلا قضيتها ويسرتها لنا بيسر من غير عسر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب. السلام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.